اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومشاهدي تي في تشاريتي بحلقه جديده من يو اف ال راوند اب. عم نطلع عليكم كل نهار تنين الساعه 10 واعاده نهار الثلاثاء الساعه 5. اليوم معي بالاستوديو لاعب كتير مميز بفريق الاليو بيبلوس، جامعه الاليو بيبلوس، وهو الجول كيبر حارس المرمى مارك ابو جوده. اهلا وسهلا فيك. اليوم بدنا نحكي عن مباراة يلي جمعتكم انتو وفريق اليو اس جي، اكيد فريق الدرجة الاولى، ومعظم لاعبينكم انتو من الدرجة الثانية من فريق الجمهور. كمان رح نحكي مفصلا عن هذا الفريق وعن الفاينل فول فيكتشرز، وكمان رح يطل معنا كابتن مارون الخوري لحتى يحكينا عن الجو انتر سكولاري يلي نظمتها جامعة اليو اس جي، لحتى نشوف شوية ستاتستكس عنا ويخبرنا اكثر عن أجواء البطولة اللي كانت عم تلعب، وأكيد رح نكون مع الفينال بأسبوع اللي جاي. كل هول بالبارت الأول من حلقتنا. خلينا أول شيء نشوف كيف فيكم تتواصلوا معنا عبر الإنترنت مثل ما تعودتوا. عنا الويب سايت أكيد www.tvcharity.org. بسكشن واتش أند شات فيكم تحضرونا لايف ستريمينج على الإنترنت بحال ما عندكم تي في تشاريتي على الكيبل. كمان عندكم الإيميل sports@tvcharity.org، فيكن تتواصلوا عبر معنا إذا عندكم أي شيء بتحبوا تقولونا إياه. كمان University Futsal League UFL 50 SCFM on TV Charity هو موقعنا على الفيسبوك، كمان فيكن تتواصلوا معنا عبره. تي في تشاريتي سبورتس فيكم تعملوا سبسكرايب على تشانل الجديدة لتي في تشاريتي سبورتس على اليوتيوب حتى تحضروا إعادات الحلقات يلي عم تنعرض على تي في تشاريتي. طيب لكن خلينا نبلش اول شيء مع مارك، يعني اذا بتخبرنا اكثر كيف بلشت جولر؟ ايه بلشت انا عمر صغير صراحه بالمدرسه، مدرسه فالبرجاك، مع فريق المدرسه اكتيفيتي بعد المدرسه، صرنا نتطور يعني كان عندنا كوتش بيير عسل هو بلش يدربنا واشتركنا بكذا بطوله توصلنا للجامعه، صراحه هناك الجامعه شاركوسا هو اللي اشتغل علينا ودينا على الجمهور تنتحق ببطوله لبنان، وكانت اخر الله لهلا وصلنا لهون. كيف عم بتوفق بين بطوله الجامعات وبطوله ال صراحه عم بجرب قد ما بدهم الكوتشي بين ياس الصيفه وريشار كوسا انه يجربوا يظبطوا المتوشه، بس اوقات بيسابوا ماتشين ورا بعضهم اضطر تلعبهم كلهم سوا مثل نهار السبت. مظبوط. يعني كنتوا مستعجلين لحتى تروحوا وخاصه عشان تسافر لبنان يعني. يعني هيدي مش بس معكم، يعني في كتير لعيبة كومن بين بطولة لبنان وبطولة الجامعات. إذا بدنا نحكي أكتر عن فريق الجامعة هلأ، يعني بالقسم الأول بالجامعة، كيف عم بيكون الأداء من أول السيزن لهلأ لفريق الأيو؟ صراحة مستوينا تراجع شوي، هلأ عم يرجع تحسن، خاصة أول ماتش لعبناه ضد اليو اس جي كانت افتتاح البطولة، كان ماتش كتير قوي ومستوينا كان كتير عالي، ما استنظرت يكون هالقد. صحيح. بس صراحة عانينا من اصابات كتير، بول روح شوي اجره ما قدر يكمل، البير انصاب مزبوط، جوني انصاب كمان، اثر كتير على الفريق صراحة. فطلعنا انه خفت شوي الفريق، نلعب الريزيرف اللي عندنا، وكان عن جد ادائهم منيح بالنسبة لأول مرة بيشاركوا مثل ميكي كريس كان اللي بين نجم قدر يحصل اساسي معنا بالفريق. صحيح. وعم نرجع هلا صراحة على التمرين والشغل اللي شاركوا علينا وكل شيء، عم نرجع نتحسن كثر خير الله. رح ابين الماتش لو ما ضد اليو اجي مرة ثانية بالرتور، ماتش كان كثير حلو، لو ما كان غلطة حرام خسرت الماتش. على كل حال نحن بالقسم الثاني رح نفوت بتفاصيل المباراة. خبرنا أكثر، كونك حارس مرمى الفريق، قد إيه المسؤولية بتوقع على حارس المرمى؟ صراحة حارس المرمى هو آخر لاين أوف ديفنس بتعرف يعني، صراحة أنت شغلتك بعد الجولارجية ما في لوم حدا ثاني. هو عادة لازم يصلح اغلاط غيره يعني، مثلا دفاع بيغلط مفروض انت تصلح تقدر تحمي مرماك يعني. فصراحة ما اعرف مسؤولية كتير كبيرة صراحة، اذا واحد بهمه الامر عادة بيكون في كتير جولارجية انه بحط الحق على غيره، مش شغلته الجولر صراحة، هو لازم تكون شغلته يعني يشيل الاغلاط غيره تقدر يمشي مع الفريق. يعني في دراسة بتقول انه حارس المرمى بالفوتسال معقول يوصل الاتكال عليه لنحو 50%. قد ايه مظبوطة هيدي الخبرية؟ 50% لانه صراحة جولر الفوتسال فيه مش غير انه جولر حارس مرمى، هو كلاعب خامس صراحة بيقدر يطلع يجيب جول، بيقدر يلعب معهم هجمة، هو يأسس هجمة من اساسها، وملعب صغير بتعرف انت طابة سريعة لعبة سريعة في يشتغل على حاله الجولر يقدر يقلع مع اللعبة، ففيها توصل اكثر من 50%، فيمكن حتى الجول في يجيب لك ماتش او ماتش مثلا يعني اخر لحظات يطلع هو يعمل هجمه يجيب جول، صايره معنا كذا مره يعني. ففي الجول كثير اتكال كبير على بالفريق، وكثير مهم يكون في جولر منيح بالفريق صراحه. طيب لا اذا بدي اسالك قد ايه بتحط علامه لمارك ابو جوده بالال اي يو بي بلس، بعدين نوصل على الجمهور. ال اي يو بي بلس من اول موسم لهلا على 10 على 10
صراحة بعت حالي 7/10، انه صراحة في متوشة بقدر كنت كتير فيها منيح، وفي متوشة صراحة ما مش هالقد، يعني بلوم حالي على كتير اغلاط، يعني سبعة منيحة بس سبعة ما منيحة انه بتشكي من شيء. لا منيح سبعة. خلينا نشوف سوا نتائج الأسبوع الثامن. بنذكر إنه هيدي المرحلة الأولى من مرحلة الإياب، يعني كنا توقفنا شهر بريك. الأسبوع الماضي شهد 4 مباريات، خلينا نشوف سوا نتائج هالمباريات الأربعة يلي شهدتها المرحلة الأولى من الإياب. إذا ويك 8 الأسبوع الثامن، هاي غازيون يلي هو متصدر الترتيب عم بفوز بنتيجة 10-4 على الأليو بيروت، متزايل الترتيب، يعني الأول ضد الثامن 10-3. بلمند على أرضه عم بفوز مباراة كتير حلوة، كنت أنا عم حكمها 12-8 على الإيزاك مع استقدام كاكا، هلأ بنحكي بعد شوي عنه كمان. يو بي آ عم يخسر 2-6 قدام الاي يو بي، والاي يو بي بلوس مع الحارس مارك كمان ضيفنا اليوم باستديو عم يخسر بنتيجة 4-6 على ارضه امام اليو اس جي اللي هو تاني الترتيب. يعني عم نشوف انه فوز للاربع فرق المتصدرين، يعني بعضهم بالفاينل فور عم بشدوا اكتر انه يحسموها باكرا. رح نشوف بعدين بالتيبل باخر بارت من حلقتنا انه انتو بالمركز السادس، مزبوط، يعني بعدين شو عن الفاينل فور. ايه صعب، عنا 7 متوشة بعد، ما فيش اكتر 8 لانه عنا بعد واحد قال لي ما لعبنا ضد انتو، بعد عندكم 7، يعني بعد في 6 وواحد ومباراة مؤجلة مع الانتوني. صحيح، المفروض نجيب اكتر عدد نقط منهم يعني ونشوف نتك على الغير. خليني أسألك هلا عن الفرق بين يعني لعب كحارس مرمى على ملعب صغير أو على ملعب 20-40 الأكبر، أي هي أهين لك، أي هي أصعب؟ صراحة هي أكيد 20-40 أصعب، بس أنا صراحة بلا أكترية متوشتة مع الجمهور صار، فمتعودين على ملعب 40-20، أنا شخصيا برتاح على 40-20، الفيو تبعك أوسع، بتقشع الملعب أكتر، انت صغير اسرع اللعبه، وخاصه مثل فرق كبيره قويه وتعمل روتيشن مزبوطة مثل اليو اس جي هاغازيون، فرق سريعه وحافظه بعضها مزبوط، كتير بتزعجك حارس مرمى، شوتات بتفاجئك فيهم، بس لعبه الاوت تبعهم سريعه، لعبه الكورنر سريعه عندهم، وكتير مزعج يعني للحراس، مش بس كمارك وجودة، كل الحراس يعني دول. كمان في فريق البلمنت بنعطيه كريدت كتير كبير على الملعب الصغير، يعني مباراة الإيزاك ضد البلمنت ما فينا لما نتوقف عندها، 12-8 شهدت 20 هدف بوقت يعني قصير، ما ننسى ملعب بلمنت أصغر ملعب بالدوري، صحيح يعني. حافظين ملعبه، يعني لعب ناري سريع جدا. كمان بدنا نحكي عن كاكا كريستيان عيد يلي نقل جامعة للكاسليك، وأكيد مزود. المنتخب رح يستفيد من خدماته كونه لعب صداقة، ويعني حسب ما أنا شفت إنه كاكا على الملعب صغير أول جيم ما كان كتير يعني فايت بالأجواء، يمكن حسيته ما بعرف، حسيته تفاجأ إنه الملعب كتير صغير، اللعب كتير سريع، مش الريتم تبع كاكا ولا ستيل اللعب تبع كاكا، ما بعرف قديه رح يقدر يكون بلس لفريق الكاستيك خصوصا على الملعب الصغير، حتى يعني مش بس للجولاجي، أكيد للفريق كله. كامل بتفرق اللعبة. طيب داني ما بعرف إذا صار معنا الاتصال جاهز مع مارون، لكن بعد شوي رح يكون معنا أكيد كوتش مارون الخوري اللي هو منظم لألعاب الانتر سكولار على ملعب اليو اس جي. نحن خلينا نشوف نتائج يعني المرحلة الأولى والدومي فينال بهيدي البطولة يو اس جي انتر سكولار، أكيد رح نشوف نتائج الدومي فينال. عنا بأول دومي فينال كانت عم تجمع سان جوزيف سكول وكوليج دي فرير ساكري كور جميزي، انتهت بنتيجة 3-1 للكوليج ساكري كور، هيدي أول مباراة دومي فينال لكينا. تاني ميل عنا نوتردام الويزي عم بتفوز بنتيجة بالبنالتي أكيد 2-1 بعد تعادل 2-2، عم بتفوز على كولاج خالد بن الوليد، يعني مثل ما عم نشوف السكورات كتير متقاربة خصوصا أنه الوقت كمان صغير. الفيكسترز للويك أند يلي جاي أكيد للمركزات الثالث والرابع رح تكون نهار الأحد 26 الشهر الساعة 2:30 أكيد على ملعب ماروكوز يلي هو اليو أس جي،
سانت جوزيف سكول وكولاج خالد بن الوليد هيدي الثالث رابع. بينما بنفس نهار اكيد نهار الاحد 26 الساعه 7 الا 10 رح يكون الفينال، مباراه الفينال رح ما بعرف نجرب نحن ننقلها كمان. ساكري كورج مايزي رح تواجه نوتردام الوايزي بماتش الفينال للانتر سكولار، بنذكر انه هي اول بطوله بتنظمها اليو اس جي للمدارس. للاضافه على هذا الموضوع خلينا نستقبل معنا عبر الهاتف كابتن مارون الخوري اللي هو منظم لهالبطوله. كابتن مارون عم تسمعنا؟ بونجور، كيفك ايدي؟ يعطيك العافيه. بونجور مارك. بونجور مارون. يعني نحن هلا نحن والمشاهدين مشاهدين كنا عم نشوف نتائج المرحله الاولى والدومي فينال يلي عم تشهدها الانتر سكولار، يا ريت بتخبرنا اكثر كيف كانت كاول مره عم تنظموها، كيف كان التفاعل على ارض الملعب، رده الفعل من المشاركين؟ بصراحه كانت كثير منيحه، يعني اكثر ما نتوقع حتى. نعم. المشاركه يعني كان عندنا 32 فريق مسجلين، هن كانوا اكثر بس احنا اخذنا 32، وكان في حضور يعني اذا ماني غلطان كانوا 30 من 32 قدروا يكونوا موجودين. نعم. رغم العصر يعني في فرق من الاعاعات ومن الجرثوم كمان كانوا موجودين معنا. الاجواء كانت كثير منيحه، الحط يعني الربحان والخسران سلوا مبسوطين، المستوى كمان كان جيد. انت حكمت كمباراه ايدي وشفت المستوى، يعني صحيح اغلب المباريات كانت عم تنتهي بالتربيه الترجيحيه او يكونوا سكور قريب على بعضهم. صحيح. اكيد كان في كمان في فرق بالمستوى، وبتصور بتصور الفوتسال بالمدارس الخير، يعني في عدة لاعبين مميزين جدا منهم البعض ابدا تيكون عم يلعبوا درجه اولى او درجه ثانيه بلبنان. نعم. مارون كنت انت معنا سابقا بحلقه سابقه ضيف بالاستوديو، وكنا عم نحكي عن هدف هيدي البطوله، وقلت لنا انه كثير بهمكم تكتشفوا مواهب وتستقدمون على الجامعه. هل كان في مواهب يعني بارزه؟ اكيد اكيد المواهب اكيد 100%. يعني الهدف اول شيء هو الإضاءة على الرياضة المدرسية. نعم. وكمان أكيد استقطاب لاعبين مميزين للجامعة. نعم. وفي عدة لاعبين مميزين إن شاء الله بيكونوا سنة الجاية باليو إس جي، إذا مش سنة الجاية اللي بعدها. يعني نقيتوا كم لاعب هيئتكم؟ نعم. نقيتوا كم لاعب؟ إيه أكيد نقينا، هو عم نحكي معه وإن شاء الله إن شاء الله بيكونوا معنا سنة الجاية. حلو. كوتش مارون كمان بنقول لك مبروك على مباراه الهيجازيان مقابل الاليو بيروت بفوزكم 10-3، واكيد رح يكون لنا لقاء معك لاحقا. يعطيك العافيه. ميرسي 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 لك. يعني مثل ما عم نشوف كمان الفوتسال عم بلش تبين بالمدارس اكثر واكثر، خصوصا مع جامعات مثل اليو اس جي، اكيد بنوجه لهم تحيه على جهودهم. ان شاء الله يعني نشوف تطور بالفوتسال بالمدارس، لانه صراحه يعني البطوله اللي عم تنظمها الوزاره ما كثير هالقد بيهتموا بالتفاصيل. يعني في مدارس ما بتشارك اصلا فيها البطوله تبع الوزاره صراحه، لانه مش مهمله كثير. صحيح صحيح. يعني نحن عم نجرب قد ما فينا نغطي شوي منها، انما للاسف لهلا ما كثير يعني ظابطه القصه. طيب نحن رح نرجع للمباراه مع يعني ضد اليو اس جي اللي انتهت بنتيجه 6-4، انما رح ناخذ بريك قصير ونرجع لحتى نحكي ونسمع شو قالوا المدربين، نحضر الاهداف اكيد وهايلايتس ونعلق عليهم. اذا مشاهدينا بعد الاعلان رح نفوت بتفاصيل المباراه اللي جمعت اليو اس جي مع الاي يو بيبلوس وانتهت بنتيجه 6-4. دقائق قليله ونرجع معكم. هذا البرنامج برعاية كلاس سبورت.